تخيلوا، شوفوا احنا بنقول المدارس، طب لما يبقى في مدارس مش فيها مدرسين، ونصل الى ان الطلبة التلاميذ يا عيني بيتسولوا مدرسين، وبيجي لهم بس بعض اتنين تلاتة يعني، ده في اسوان. لكن في نماذج كده ايضا كتير، بنقول انه في مدارس مفيش فيها تعليم، ومدارس فيها تكدس فصول، ومدارس فيها انهيار في الابنية. لكن لما يبقى مدرسة وما فيش فيها العنصر الاساسي، يعني هنا هو تلميذ ومعلم وإدارة مدرسة، وإلا يبقى ما فيش. لكن مدرسة في أسوان وزيها كتير بلا أي معلمين. استاء أهالي كومومبو بأسوان من عدم وجود مدرسين بمدرسة أبو وير الإعدادية، خاصة مع قرب انتهاء الفصل الأول من العام الدراسي، حتى أصبحت مدرسة بدون معلمين، مطالبين بتوفير معلمين لتعليم أولادهم واستغلال المبنى الجديد للمدرسة. احنا في مدرسة أبو وير الإعدادية بإدارة كومومبو، مشكلتنا زي مشكلة القرى النائية الكثيرة في مصر جدا. المدرسة كبناية بسم الله ما شاء الله، كبنية تحتية ممتازة، كمباني ممتازة، والطلبة يعني السنة اللي فاتت في الترم الثاني قالوا هنفتح المدرسة وهيحولوا الطلبة على هنا، رجعوا ثاني قالوا لا ما فيش مدرسين. وجئنا من مدير الإدارة بعت لنا اثنين مدرسين لغة عربية فقط لا غير، خدنا 3 أسابيع على الوضع ده. عيالنا ما نلقاش مدرسين يدرسوه، ما نلقاش إلا غير ناجي نسأل العيد ينهار ده خدت ما خدتش حاجه من البيت يعمل ايه؟ بنلعب. بتلعب فين؟ بلعب في حوش المدرسه. يعني لا بيعقط ولا بيطلب، يا ابني ايه عملت؟ ما عملتش حاجه. طب المدرسه العربي هيدرس سته اولى وثانيه وثالثه، طب هيدرس انجليزي، هيدرس رياضات، هيدرس علوم، هيدرس حاسب الي، هيدرس ايه ده من ده كله؟ طب اهو احنا خلاص الترم الاول قرب يخلص، طب الامتحانات جايه، طب هنعمل ايه؟ اخذنا ماده واحده بس، وفي مدرسين بس، لا ماده واحده عربي بس. اخذنا عربي بس. اخذناش غير حصتين عربي. خدتش غير حصتين عربي؟ حصتين عربي بس. من اول مدرسه ما ابتدت؟ من اول ما ابتدت. وكل يوم بتيجي تعمل ايه بقى؟ كل يوم بنادي نشيل زلط ونحفر ونخط الشجر. وتحفر وتعمل ايه؟ نخط الشجر. نخط الشجر؟ نزرع. تزرع يعني؟ هي. المشكله ان احنا طلاب بيجوا من الجزيره من الغرب ويجوا ماشيين 3 4 كيلو كل يوم يجوا وما فيش مدرسين. يعني تعالوا حتى يا جماعة ما نشوف، نلاقي في يعني مدرسة موجودة والمشكلة فيها انه ما فيش مدرسين، فعلى طول تتحل هذه المشكلة وتشوف تتحل ازاي، لان احنا مشكلتنا في انه ما فيش مدارس، او مدارس موجودة ومتآكلة او منهارة او فيها تكدس فصول. فلما تبقى في مدرسة هي مشكلتها الأساسية ان مفيش فيها مدرسين، ونسيب كده القضيه بهذا الشكل، ده معناه ان انا بحرم التلاميذ دول من التعليم. والمشكله الاساسيه اللي هي انشاء المدرسه اللي هي يجب انها تكون العائق الاساسي موجوده، لكن التفاصيل بقى هي اللي مش موجوده، مع ان عندنا جيوش من المدرسين. ايه اللي يوصلنا لمشكله من هذا النوع؟ يعني اتمنى ان المعنيين، كل معني بهذه القضية في محافظة أسوان وفي وزارة التربية والتعليم، لما يشوف ده طب ما غدا نحل المشكلة، ما نحرمش التلاميذ من التعليم وفي نفس الوقت نخلي المدرسة تشتغل. كمان نفس المشكلة بتلاقي بالجهود الذاتية، ودي صورة طيبة من الناس، يعني إن يبقى فيه حرص شديد تعالوا نبني مدارس ونساعد الدولة، خاصة إن في مشاكل متعلقة بأعداد المدارس يعني. طب فالناس بنوها ومستنين إنها تشتغل لكن ما بتشتغلش، إيه الأسباب؟ نتمنى إزالة هذه الأسباب، لأنك أن تنشئ مدرسة ده في حد ذاته يجب إن احنا نشجع الناس ونشغلها، لكن نعطلها بعد إنشائها نشوف.
على مدى بضع سنوات تطلع أهالي قرية الدقاونة بمحافظة الشرقية إلى توفير مدرسة يتعلم فيها أطفالهم، حتى يأسوا من قيام المسؤولين بواجبهم فبنوا تلك المدرسة بالجهود الذاتية. احنا عندنا فدانين أرض تبرعنا بفدان للدولة عشان خاطر نعلم أطفالنا، لأن احنا بيننا وبين أقرب مدرسة مسافة كبيرة وفيه أسفلت طريق دولي، بنخاف على عيالنا وبنخاف على عيالنا من الطرق والمواصلات والعربيات بتعدي، وكان في حادثة قريب أحد أولياء الأمور والأطفال ماتوا، وجرينا من 2011 بنجري على المدرسة ومعانا عقود إثبات ملكية سيادتك وتبرعنا بالأرض للدولة، وإحنا ما بنطلبش أكتر من حقنا، إحنا عايزين نتعلم في بلدنا. المبنى شايفين مصبوب، فيه دور المية، فيه لغاية الصبورات جايبينه، لغاية الصبورات جايبينه، لو عايزين نجيب التباشير كمان إن شاء الله هنجيبه، مش مشكلة يعني. عادي أنا بطالب العيال دي تتعلم في المدرسة ديت، عندنا 375 عيل في مدرسة الملاحة، هيتنقلوا منهم، مش هيوظف مدرسين، المدرسين اللي بعلمهم هناك هيتنقلوا هنا. ومع ذلك ترى وزارة التعليم أن المدرسة المبنية بجهود أهالي القرية لا تصلح للتعليم. إحنا عندنا لغاية النهاردة 1500 طفل من دون تعليم، وأنا بناشد السيد المحافظ ينزل وحلم له العيال، نقصوا عن 1500 طفل نقصوا عنهم، يبقى قلنا الكشت عليه. نسبة الأمية بتزيد كل يوم عندنا في هذا المكان، في القرية دي نسبة الأمية كل يوم على الله بتزيد. ممكن يمشي من هنا يروح يلاقي المدرسة قافلة ما يدخلش، ويروح في الأسبوع يوم أو اتنين، وإذا مشي يمشي أقل حاجة 3 ساعات مشي على رجليه. بنروح في الأسبوع مرة، وكل ما نيجي نقف نستنى حاجة نركب فيها ما فيش حاجة بتيجي، نروح نغير هدومنا وما نروحش. بنروح الفجر المدرسة، بنروح هناك على الساعة 10 كده ولا حاجة، وبنلحقش الدرس وما عدناش عايزين نروح، عايزين المدرسة دي تفتح. بروح المدرسة بعد 3 ساعات مانيش قادرة أتعلم يعني، وبلا الباب بالبوابة مقفولة وما أقدرش وشات نرجع. طبعا زي ما شفنا، طيب وزارة التربية والتعليم بتقول لا تصلح، طيب نشوف نخليها ازاي تصلح، لان الناس دفعوا اموالا لبناء مدرسة، واحنا مشكلتنا في التعليم زي ما قلنا لكم هي مشاكل متفاقمة وكثيرة، ولكن من بينها انشاء المدارس، ومن بينها مدارس آدمية ما يبقاش فيها تكدس فصول وما تبقاش منهارة بيموت فيها الطلب. فلما بنلاقي الناس بتجمع اموالا كده وتبني مدرسه، لو في مشكله نقول لهم في مشكله تعالوا نحلها، انما نقول لهم لا تصلح يعني اللي انتوا عملتوه ملوش قيمه ونسيب المدرسه بهذا الشكل، والناس تعاني بقى المعاناه اللي انتوا شايفينها.